نستمع الآن إلى حديث الباب. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم. إذن هنا إسناد لحديث الباب. عبد الله بن يوسف من هذا؟ تفضل. وعبد الله بن يوسف التنيسي مثناه. التنيسي. التنيسي مثناه ونون ثقيلة. ما بهمنا الضبط، اقرأ فقط. أبو محمد الكلاعي أصله من دمشق. نعم. إذا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي. كما ذكر أخونا من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك. فمباشرة قال أخبرنا مالك. من مالك؟ تفضل. نعم مالك بن أنس. إيش؟ كنيته أبو عبد الله. تفضل. مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني أبو عبد الله. هنا قال عن نافع. من نافع؟ تفضل. نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنه. نعم. نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر فقيه. هذا كان خادم لعبد الله بن عمر فأصبح فقيها، استفاد من أهل العلم. كم من إنسان يلازم أهل العلم ويخرج كما دخل، يلازمه في سفر وفي حضر ولا يعرف أن يسأل ولا يستفيد، بل إذا حضر مجلس هذا العالم أو هذا طالب العلم يتصدر المجلس فيتحدث في حضرة طلبة العلم. لا تتكلم، لا تمزح، لا تتحدث عن مغامراتك وأخبارك وأعمالك ومشاريعك، إلزم الصمت. أنت الآن في محضر الفائدة، إن ضيعتها ضاع عليك الوقت، بينما إن جالست غيره فتكلم ما شئت بما يرضي الله، لكن هنا عد كلماتك واحرص أن يتكلم هو أكثر، واعرف كيف تحصل العلم منه والفائدة منه. فهكذا فعل هذا الخادم. فمات عبد الله بن عمر فإذا هو به فقيه رحمه الله. وعبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن المدني صحابي شهير جدا. قال أنه قال